أعزائي المشاهدين تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحييكم بأجمل وأرق تحية ومستمرين معكم وبرنامج رمضان زمان. في هذه الأيام المباركات في العشر الأواخر يكثر فيها الخير والعطاء والمحبة من كل أخواننا. الحقيقة من خلال برنامجنا ومن خلال برنامج رمضان زمان احنا دا نخرج على هذه الناس اللي الحقيقة نسحت من الجزيرة الى منطقة المناطق العشوائية في تكريت داخل تكريت. الحقيقة بعد ان استنجدنا بالخيرين وبالناس الخيرة وبالطيبين جزاء الله الف خير دكتور خميس ومن معه في مسجد الشفيع محمد صلى الله عليه وسلم، كانت نداءات لاستغاثة هؤلاء المساكين، الحقيقة استجابة سريعة في هذا الشهر المبارك وجزاهم الله الف خير. احنا انطيناهم وعد، يعني أنا شوف دائما في برامجنا يا أخوان إحنا نأكد على الإعلام الهادف والإعلام الصادق والحقيقي. أنا من أجي ألتقي بإمرأة أو طفل أو شايب ونقولهم إن شاء الله خير وإن شاء الله نواعدكم بالخير، والحمد لله الخير موجود. شهر رمضان دائما بالخير والمودة والمحبة، ونشوف دائما الخيرات تنصب بهذا الشهر الفضيل والمبارك. نشوف الآن يعني أحمد لو صور لي، شوف الأخوان إجوا اليوم في هذه الساعة المتأخرة من الليل ومعهم المواد. الحقيقة هذه المواد راح نوزعها للأخوان الموجودين هنا، هم في حاجة لها الحقيقة، كل المواد الغذائية ومبالغ أيضا نقدية. أتمنى إن شاء الله أن تكون هذه في ميزان حسناتهم. راح نستمر وياكم وشوفون ويانا لقطات من هذه المكرمة أو هذا التوزيع لإغاثة المسلمين الموجودين واللي نسحوا من منطقة الجزيرة. عندها ضمور بالدماغ، عمرها سنة ونص، دحجة حالتها. شنو شبيها؟ ضمور بالدماغ. اي وما عندي شيء تحط عليه. زين أبوها وين؟ أبوها قاضي موجود. يشتغل عمال يطلع 3000 4000 هنا. هاي مريضة تريد علاج. زين ادري اخذتيها انت، ايش مدري ايش ضمور؟ وديتها على الطبيب. عندها ضمور بالدماغ. زين انت شو هسه مثلا هسه هاي شوف حتى ايديها خطية. ها؟ لها سنة ونص. هاي حالتي. زين هسه انت ايش قالوا لك ايش قد يريد لها يعني مبلغ؟ حتى مثلا نقدر مثلا نسعفها يشوفوها الناس ايش قد؟ تبولها بالعلاج 100 قالوا علاجها. بس 100000؟ 100000؟ علاجها 100000؟ ما يخالف ما يخالف، إذا 100000 سهلة، إحنا إن شاء الله ندبر لك هذا المبلغ، راح ندبر لك أكثر حتى تاخذينها دواء. خوش؟ تدللي. تدللي حجيها من نجيش. الله كريم. إحنا أنا هم التقيت بيك. أجيش إن شاء الله أجيش. الله كريم. أعزائي المشاهدين، أنا فقط قبل ما أنهي من هذا المكان أريد أوصل رسالة. رسالتي انه احنا الان ارتاحينا، والحقيقه الناس من خلال شاشه سامراء ارتاحت الان، لانه الحقيقه اللي جاء بطل ما يتبرع ان شاء الله في ميزان حسناته في هذه الايام المباركات. فاني ارجو يا اخوان انه نشد الهمه، الان ده تجي عوائل من مناطق الشرقاط ومن اطراف الشرقاط من مناطق المجمعات السكنيه، ان القرى اللي الان ده تتحرر مئات والاف العوائل، فريد نوقف وقفة جادة حتى ننقذ الأطفال والمساكين وشيابنا وعجائزنا، ونريد نشد الهمة. احنا الآن يعني ننام بس ما نعرف الآن جيراني أكل شراب، هاي العوائل قدامكم يا أخوان، أريد ننقذها وأريد يعني نشد همة لمساجد المسلمين في كل محافظات العراق وأيضا محافظة صلاح الدين حتى نجمع لهم ونجيب لهم وحتى يعيدون ويا الناس. أنا أشكر زملائي وأشكر دكتور خميس وكل الناس الخيرة اللي ساعدتني حتى نوزع هذه الحصص، حتى ألتقيكم بحلقة جديدة من رمضان زمان، إلى اللقاء.